عايزين نتعرف اكتر على الاجواء ما بعد المباراه. معانا زميلنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عبد الباسط عشان يقول لنا ايه الاجواء اللي حصلت بعد المباراه في المؤتمر الصحفي لمستر اجيري والمدير الفني لزيمبابوي، واللعيبه كانت ايه انطباعاتها بعد خروجها من هذه المباراه بفوز مهم جدا وثلاث نقاط. اهلا بيك استاذ احمد عبد الباسط، قول لنا الاجواء اللي عند حضرتك ايه. برحب بحضرتك كابتن مهيب، برحب بالاساطير اللي موجوده مع حضرتك في الاستوديو. خليني اقول لحضرتك انه بمجرد انتهاء المباراه طبعا الجمهور المصري كان مطمن جدا ان احنا بنلعب خارج البلد، اللي كانت خدعهم شويه اللي قالوا اكيد في المؤتمر الصحفي قال ان انا ما كنتش راضي على المستوى ولكن هلحق اعدل ده الفتره اللي جايه. انا بلعب على الفوز في المباراه وعايز اكسب كل مباراه بحيث ان انا اكسب البطوله كلها. قال في لعيبه عندي ما نفذتش بعض الجمل، ولكن في المجمل بعد الهدف اللي انا جبته فريق زيمبابوي ما عندوش حاجه يبكي عليها، فكان بيهاجمني فعشان كده صنع فرص خطره في الشوط الثاني. مدرب زيمبابوي قال انا بلعب منتخب كبير وعارف ان انا داخل المباراه ممكن ما اكسبش، ولكن قلت ان دي مباراه افتتاحيه واستغل ضغط الارض والجمهور على لعيبه المنتخب المصري ممكن اقدر ان انا اعمل دوت، وده في اول ربع ساعه لانه انا لقيت المنتخب المصري مش عارف يستغل الفرص. قلت له العب على المرتدات ممكن اعمل ده كويس جدا. محمود علاء اتاخد راجل المباراه واتكلم محمود علاء بروح عاليه جدا، قال انا قبل ما اتكلم انا طبعا بحيي زميلي جدا احمد حجازي اللي هو السبب في اللي انا بعمله دلوقتي، واحمد حجازي موجود جنبي راجل من رجال المباراه، ولكن ان انا اخد الجائزه دي بالنسبه لي في اول مباراه بالطريقه دي حاجه مهمه بالنسبه لي، وفي نفس الوقت انا مش زعلان الفترات اللي فاتت اللي كان بيتم استبعادي فيها لان كنت حاسس ان الفرصه هتجيلي. خليني برضه اقول لك انه الروح بين اللعيبه كويسه جدا، اللعيبه طالعه مبسوطه وفرحانه جدا وتهنئه كبيره جدا للعيبه. اتنقلت من المهندس هاني ابو ريده رئيس اللجنه المنظمه ورئيس اتحاد الكوره، اللعيبه كلها وهم خارجين اتكلموا برضو على انه هدفهم اللقب، هم قالوا ان احنا في لقائنا مع الرئيس وعدناه ان احنا نجيب البطوله واحنا قادرين نسعد الجمهور النهارده. ساعه الملعب والشكل الحلو اللي احنا شفناه والافتتاح الرائع دوت النهارده كان في 72,000 مشجع داخل الملعب بعد التجديدات، طبعا عدد الكراسي قل شويه. دي كانت الساعه الموجوده، الفوفوزيلا طبعا كانت المنتشره النهارده، الاجواء، الاعلام، كل الحاجات دي كانت المسيطرة على لقاء اليوم. بشكرك شكرا جزيلا احمد عباس.